دكتور كوثر، عايزة أعرف في البداية فكرة أصلا مؤتمرات الشباب النهاردة اللي تابعناه، أنه سيادة الرئيس والوزراء والمسؤولين والشباب تحت قبة جامعة القاهرة اللي هي كان ليها دلالة مهمة الحقيقة من الساعة 10 الصبح للساعة تقريبا 9 بالليل. ده مهم، ده بيدي إيه الرسالة، المفاد؟ هل الشعب والشباب وصل له أهمية المؤتمرات دي؟ هل هي فعلا مفيدة؟ أكيد مفيدة بجميع المقاييس. في الحقيقة ده المؤتمر السادس، كون إن الريس أول مرة في مصر يلتقي ب3000 شاب في كل مؤتمر، يعني عدد كبير وفرصة في الحقيقة ما خدهاش الشباب قبل كده. ده رقم واحد. رقم اتنين، القضايا في الحال بيناقشها المؤتمرات. يعني أنا حضرت أكتر من مؤتمر، قضايا حيوية جدا، والتوصيات اللي بتطلع في المؤتمر، يعني كون إن احنا نخلي عام للتعليم، وقبل كده كان عام للشباب وعام للمرأة، يعني لا طبعا يعني مفيدة جدا جدا. بس زي ما الرئيس قال، احنا محتاجين نتكاتف، محتاجين ان احنا فعلا كل واحد يؤدي دوره في مجاله وفي مكانه. وبنأمل ان شاء الله ان شبابنا الواعي فعلا يبقى حريص على البلد، وهم شباب المستقبل، يعني هم قادة المستقبل ان شاء الله. إن شاء الله.